اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. كيف تركار وجهك الأنبياء يا سماء ما طولت سماء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. عجبنا لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. تحت بابك العزور وتسمو بك علياء بعدها علياء. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء. عجبنا وتوالت بشرى الهواتف أن كاد ولد المصطفى وحكى الحنان. اللهم صل وسلم على محمد وآله صحيح الرمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. لا يليق ذاتك ويجل صفاتك وعظيم سلطانك ومظهر أسمائك. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. وفنا باب مولانا راجيا جوزه لنا عزا عزا يذيقنا كريم لا تخيبنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. تقرب جوال فما أنا نقوم الأبواب ويرفع أن الحجاب ذاك الباب باب الوهاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. لا يليق ذاتك ويجل صفاتك وعظيم سلطانك ومظهر أسمائك. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. وفنا باب مولانا راجيا جوزه لنا عزا عزا يذيقنا كريم لا تخيبنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. تقرب جوال فما أنا نقوم الأبواب ويرفع أن الحجاب ذاك الباب باب الوهاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. وكافينا حسبنا كم من نعمة أولانا من له الأسماء الحسنى من له المطلق الغنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مهم يا قدوس يا مؤمن يا لطيف يا متين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. يا مالك يا سلام يا رؤوف يا عليم يا عزيز يا كريم يا جليل يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. يا حفيظ يا حكيم يا مجيد يا عليم أنت حي وقيوم أنت حق وحكيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. وكيل يا واجد يا ثواب يا ماجد أنت وجود صمد أنت قوي واحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله عدد معلومات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتعدى الوجود بالنور المحمدي الزارس له في كل قضية وجعل ببروز شمس زادي شريفة اغتدامه وانتهاء وخصاله الفاخرة ونزله الظاهرة بالأسرار الربانية فكانوا إذنا نازينا لأهل الأرض وللدين أمة
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. عدلة بيضاء سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك جوهر مرتضى بلغ النفاق سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك يا مادة القضاء بلغ النفاق سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك يا عروس روضة كوثر يا عوضة سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك رجل في جوضة طبيب المرضى سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك طيبة الرضا عليك يا مصدر الإمضاء سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك يا عالم الرضا عليك ولي المرتضى سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك يا عالم القضاء عليك يا مجلس الرضا سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك يا درة بيضاء عليك يا مطلق الرضا سلام عليك يا درة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك مملة بيضاء عليك ليله أضاء سلام عليك يا درة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك دينه فيضا الله عليك حبيبه مرتضى سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك مثلك ما مضى الله عليك عقوبة يا روضة سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك يا لؤلؤ المنضودة رضا يا رضا سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك يا صفوة الرضا عليك رفرف يا بيضاء سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك يا عروس الجازي عليك يا حرم المفاتيح سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك يا مفتاح الكنوز الله عليك يا مفتاح الرموز سلام عليك يا درة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك يا نور الأدوار الله عليك سر الأسرار يا سلام عليك يا درة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك يا بيت الأحرار الله عليك يا نور الأنوار يا سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك قاموس القاموس عليك نقي الملبوس يا سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله عدلة بيضاء سلام عليك يا شمس الجموس عليك روس على روس يا سلام عليك عدلة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك لا در السلام عليك لا بدر التمام يا سلام عليك درة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك لا در السلام عليك على بدر التمام يا سلام عليك درة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك نادى المنادي الله عليك إلى ذاك الوادي سلام عليك
الهدى يا درة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك يا درة بيضاء سلام عليك يا درة بيضاء سلام عليك يا درة بيضاء حبيب الله يا درة بيضاء سلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ لملا أجبانا أبتدئ لملا بسم ذات الألية مستدرا بيد البركات على معنى له وأولى وأذني بأمد موالده سائغة ننجا ممتدئا من أجور الجميل مضايا وأوصلي وأسلم على نور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وحسبني الله تعالى رضوانا يغزو لدرة طائرة نبوية ويوم صحابة والأسباء وموالة وحسنجد به هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية ويرضى من الغوايز في غضب الخطايا وأستنجد بهداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وأيضا من الغوايز في قصص الخطأ وخطى وأنشر من قصة المولد النبوي برود لسانا نبكرية ناظمة من النسب الشريف تنتهى المسامع وأستعين بأول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أغفر اللهم ذكره الكريم يغفر كثير من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم وعباد فاقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيخ السلام بيوم ذاك ساله سنجا ابن هاشم واسمه امر بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي ينتمي للزكاة ولوليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي التكاسي في بلاد قطاعة القصية إلى أن عزه الله تعالى إلى الهرم المذرم فأما أين ابن كلاب واسمه أكيم بن مرة بن كاف بن الوجه بن غالب بن فري واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس وهو أول من أنت البطن إلى الرياب إلى رمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى والأبا ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظم فرائده بنان سنة سنجة ورفوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عن جارئ وأبا وعدنان بلا ريفين عند ذوي العلوم النسبية إلى ذبي إسماعيل نلبسه ومنتماه ومنتهى فأعظم به من نجدنا تعلق ذاك واجبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم رجد له وعجبنا وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهى فعظم به من كثير ذلك ذاك واجبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وعزته المنتجى نسب تصف الأولى بأولى كهلدت نجوم أهل جوزاء عبد عقد سودتي وفخارنا أنت في اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طار الله تعالى من صفاء الجاهلية أورد زين العراقي وارثه في مورده الهنجي وروى
حفظ الله وكرم دل محمد نبا ولم جاد زون اللزم تركوا زفاها فلم يزفوا معرو من عزم ويلا به وأمه سعرات زرع نور النبوة في أسارير غرارهم البهجة وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله حاضر اللهم أكبره الكريم في جده من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما رد الله تعالى ابراز حقيقه المحمديه واظهاره جسما وروانا بصوره ومعنى نقله الى مكره من صدفته من تزوريا وخزر القريب المجيب بان تكون اما للمصطفى ونودي في السماوات والارض بأملها لانوار ذاتها وعصب كل صبينا لحبوب نسيم الصبا وقزيت الارض بعد طول جذبها من النبات خلالا سندسيا وعينات الثمار وادنى الشجر للجان جنا ونطق بامله كل دابه لقريش بفساه الالسن العربيه وخرت الاسره والاصنام على الوجوه والافواه وتباشرت وجوه المشارق والمغارب وثوابها البريه واهتزت العوالم من السرور كاس حميه وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الربانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفيه لا حسن إيتاء وغطيت أمه في المنام وقيل لها إنك قد ملت بسيد العالمين وخير البرية وسميد وضع زي محمدان علي أنا وصد مدعوبا ولما ذم من أمل شراني على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله بني أتي من الضعيفة النجارية ومكث فيهم شرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولما دم من امله على الراجه تسدوا اشهر قمريا وانا للزمان ينجلي عنه صدى حضر امه ليله مولده اسيه ومريم في نسوته من الاثيره الكوزيه وقد المقاد فولدته صلى الله عليه وسلم نور يدل له حسنا ومعيا كالشمس منك مذيبون اصفرت ليله غراو ليله المولد الذي كان للدين سرور بيومه وزياو يوما نالت بوضعه ابنه بابنا من بقار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في ضال الكفر وفعلون ليم وقضاو وتوالى بشر الواجب أنك ولد المصطفى وهكا الهنا هذا وقد استزن القيام عند ذكر مولد شريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى حضر اللهم كفه الكريم في جدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم